لسه بنستكمل معاكم باقي فقرتنا واخبارنا في صباح اون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرتنا التحليليه. بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا نجم من نجوم التحليل والنادي الاهلي السابق كابتن رامي سعيد. بنصبح على حضرتك كابتن رامي، صباحك زي الفل. صباح الخير يا فرح، وصباح الخير يا يحيى. صباح الفل على حضرتك كابتن رامي، دايما بتشرفنا وبتنورنا. وعلى طول كده يعني نخش في الكلام. والنهارده مباراه بشوفها مباراه صعبه. النهارده النادي الاهلي والجونه طموح مختلف. الجونه بيعاني في الفتره الاخيره في الدوري المصري، هيكون النهارده زي ما بيقولوا كده يعني عايز يمسك في اي نقطه من النادي الاهلي في المباراه. شايفها ازاي النهارده؟ وهل المباراه هتكون صعبه على النادي الاهلي مع مديره الفني الجديد ولا لا؟ طبعا هتبقى مباراة صعبة طبعا على الفريقين، مش مباراة صعبة على النادي الاهلي بس او الجونة. الجونة في موقف صعب جدا. صحيح. النقطة عنده هتفرق معاه. النادي الاهلي طبعا طول عمره بينافس على البطولة طبعا والمكسب، وعايز يأكد فوزه، وعايز يأكد ان هو طبعا بعد الفترة اللي فاتت ان فترة مش موفق، الاداء مذبذب، تغيير مدرب، فطبعا كل الامور النهاردة هتحسم بالذات للاداء المدرب الجديد ان شاء الله باذن الله. طيب لو رحنا مع حضرتك يا كابتن رامي للجزئيه الخاصه بالمباراه الاخيره ما بين النادي الاهلي وبتروجيت، شايف ان المباراه دي كانت مرضيه لجماهير الاهلي وانه الجماهير راضيه عن اداء اللعيبه ولا لا لسه عندهم اكتر من كده وفي حاله تذبذب وعدم استقرار في الاداء؟ لا لا، الجمهور لغايه دلوقتي مش راضي طبعا على اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا اداء مش يعني مش ماشي بخطه ثابته، او مش ده النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي طبعا حته التغيير المدرب وجه مدرب جديد ولسه ما اتاقلمش ولسه ما عرفش اللعيبه، فالامور كانت صعبه. وطبعا هو لما لعب ماتش بتروجيت ما كانش لسه برضو الراجل اللي عمل حاجه، فاكيد الراجل النهارده مباراه تهمه وتهم جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي طبعا عشان تعرف على المدرب اكتر، في ادائه النهارده هيبان من بعض الحاجات اللي في الملعب، باين طبعا ان هو غير، اذا كان هو ليه فكر معين في اداء النادي الاهلي يقدر يغيره في مباراه النهارده، اذا كان هو ليه اسلوب معين هيلعب بيه. فمباراه النهارده هيبقى حواليها كلام كتير. وطبعا انت عارف فرح او يا يحيى ان النادي الاهلي متعود على المكسب على طول، وجمهور النادي الاهلي متعود على كده، فاي نتيجه غير كده في ظل الظروف اللي فيها النادي الاهلي لا، الامور هتبقى صعبه جدا يعني. فاتمنى يعني النادي الاهلي يرجع تاني لهيبته ومكانته والمكان الطبيعي للنادي الاهلي يعني. كابتن رامي، لو اتكلمنا عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، واكيد الراجل لسه برضه ما حطش يعني ما عرفش كل اللعيبه، لسه بيتعرف على اسامي حتى اللعيبه. اعتقد ان الكابتن سامي قمصان هو بيقول له ان فلان هو اللي كان موجود، ده اخر سكواد لعبت بيه، يعني اعتقد كل التفاصيل دي. شايف ان صلاح محسن هيبتدي يحجز مكانه مع ريكاردو سواريش وهيبتدي ياخد الفتره اللي جايه؟ شفنا الكابتن سامي قمصان رجعه مره تانية بقى بينزل، اعتقد النهارده هيكون بادئ من اول اللقاء امام الجونه. شايف ان صلاح محسن هيبتدي يستعيد مره تانية مكانه في تشكيله النادي الاهلي مع الراجل ولا لا؟ طبعا صلاح محسن احنا اتكلمنا قبل كده، انا كنت معاكم واتكلمنا في كده صلاح محسن، ان هو يا صلاح محسن في اوقات كتير بيبقى مؤثر في النادي الاهلي، وفي اوقات ما بيبقاش مؤثر. فبس الفتره اللي فاتت صلاح محسن بدا ياخد كتير وبدا يظهر. صحيح. بشكل كويس، فطبعا اكيد هيبقى ليه مكان، واكيد كابتن سامي قمصان طبعا لان الراجل لغايه دلوقتي برضه هو محفظ اللعيبه كويس طبعا. لكن اما انا بقول لك مباراه النهارده دي اللي هتحدد حاجات كتير جدا 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 بالذات للراجل الجديد. ف يعني الراجل او الحد اللي هو مثلا حد بيفهم كوره او حد فاهم في الكوره هو اللي هيفهم بالظبط المدرب جوه الملعب في بعض الامور اللي تبين لك المدرب ده فعلا في تغير في الاداء، في اسلوب في الاداء، في تريكات بتحصل في الملعب، في كور ثابته بتحصل في الملعب، فكل الحاجات دي هتبين دماغ المدرب الفني. لكن حته التشكيل هو لسه برضه بيتعرف على اللعيبه، لسه ما حفظش اللعيبه كويس، فطبعا كابتن سامي قمصان طبعا في ظهره وهو اللي بيقول له طبعا على بعض اللعيبه، وده شارك وده شارك وده لعب ولعب، واكيد الراجل عنده كل حاجه على اللعيبه وعارف مين اللعيبه اللي شاركت مباريات قد ايه واللعب قد ايه. فاتمنى
ان المباراه النهارده، لان هي مباراه صعبه جدا، صعبه في كل الاحوال، صعبه على النادي الاهلي، صعبه على جمهور النادي الاهلي، صعبه طبعا على المدرب. ان جمهور الاهلي عايز يتعرف على المدرب، عايز يشوف اداء، عايز يشوف. صعبه على الجونه، صعبه على الكابتن تامر مصطفى اللي عنده تذبذب في النتائج في الفتره الاخيره، فهي صعبه بكل المعايير يعني. طبعا طبعا الامور صعبه جدا جدا جدا، لان الجونه في موقف كمان صعب جدا يعني. الجونه في موقف محرج، مش الجونه بس يعني، في جونه وفي مولين وفي اسماعيلي يعني، المكان اللي تحت ده، وطبعا دخل استرن كامب دخل معاهم برضو في القصه. فالمباراه تكون صعبه جدا جدا، واحد المباراه عنده حياه وموت وفي عرض نقطه، والتاني برضو بينافس على بطوله وعايز ياخد بطوله الدوري، فالمباراه تبقى صعبه وهتحدد حاجات كتير جدا النهارده يعني. طيب لو رحنا معاك برضو يا كابتن رامي للتشكيل المتوقع النهارده، يعني عايزين برضو نستعرضه معاك كده ونشوف وجهه نظرك ليه. في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي بيحرس المرمى النهارده، خط الدفاع علي معلول، عوده رامي ربيعه مره ثانيه، ايمن اشرف ومحمد هاني، خط الوسط عمرو السوليه وحمدي فتحي، وامامهم صلاح محسن ومحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر. اما عن الهجوم الصريح هيكون لمحمد شريف. توقع حضرتك هل هيكون نفس التشكيل ولا في يعني بعض التغيير؟ لا اتوقع طبعا ان هو التشكيل اكيد هو اللي هيلعب بيه النادي الاهلي، وانا شايف ان ده افضل تشكيل موجود دلوقتي. وطبعا تشكيل اكيد يعني من اللي عرفته او اللي انت لسه قايلاه، تشكيل هجومي، تشكيل طبعا ما ينفعش النادي الاهلي يتعادل حتى، فلا التشكيل ده مناسب، والتشكيل ده هو اكيد هو اللي هيلعب بيه النهارده، ويقدر النهارده النادي الاهلي يلعب كوره النادي الاهلي بس مش اكتر يعني. اللعيبه محتاجه مباراه تفوقهم، مباراه طبعا بعد الاداء اللي مذبذب من سموحه، برده مباراه الزمالك الاداء ما كانش كويس، بتروجيت برده دي يعني مش مقياس ان انت هتقيسه في مباراه بتروجيت، لكن انا النهارده المباراه دي مهمه جدا 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 لجماهير النادي الاهلي، فالتشكيل اكيد هو اللي قلتيه ده اكيد هو النادي الاهلي هيبدا فيه اكيد طبعا. طيب كابتن رامي لو رحت معاك لبعض اللعيبه، زي ما حضرتك بتقول المدير الفني الجديد هيكون في مرحله ان هو يحكم على اداء بعض اللعيبه، خصوصا ان هيكون في فتره طبعا للانتقالات، ممكن يتم الاستقرار على رحيل بعض اللعيبه او ابرام صفقات جديده. لاعب زي حسين الشحات من وجهه نظر حضرتك، هل حسين الشحات وصل لاعلى فورمه ليه حتى هذه اللحظه؟ هل ممكن يكون بيضيع فرص سهله مع النادي الاهلي؟ هل اتاحت ليه اكتر من فرصه لكن مش بيستغلها مع النادي الاهلي؟ تعليق حضرتك ايه؟ وشايف انه ممكن المدير الفني الجديد يبقي على حسين الشحات ولا لا؟ طبعا المدير الفني للرؤيه، والراجل اكيد اكيد هيشوف مصلحه النادي ومصلحه الفرقه، واللي هيشوفه اكيد اكيد كويس، واللي هيبقى مؤثر اكيد هيبقى معاه مليون المية. لكن حسين اداؤه مذبذب يعني. حسين على فكره من اللعيبه كويسه جدا جدا جدا، ومن اللعيبه اللي عندهم كوره عاليه جدا، لكن هو بيمر بفتره برضو مش حسين، لان حسين لو بمستواه هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، لكن طبعا مش ده حسين الشحات ولا ده حسين الشحات. وعلى فكره مش حسين بس، ده في لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي مش مستواهم خالص، وبعيد جدا عن مستواهم. فارجو ان النادي الاهلي الموضوع يتلم بسرعه، ويقدروا ان هم يعرفوا قيمه النادي الاهلي اكتر من كده، ويعرفوا ان النادي الاهلي نادي بطولات يعني، ويحسوا بجمهور النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي انا على طول بقولها التعادل خساره لجماهير النادي الاهلي. فارجو من بعض اللعيبه مش حسين بس، في اكتر من لعيب، في علامه استفهام طبعا على معلول من الركائز ومفاتيح اللعب في النادي الاهلي، برده مش هو. رامي ربيعه كان ماشي في فتره هايله هايله هايله، مباراة سموحة ما كانش موفق خالص، وفي أخطاء ما ينفعش إن هو يعملها. رامي برضو لعيب كبير ولعيب خبراته كبيرة ولعيب دولي، ما ينفعش الحاجات الصغيرة دي تحصل في الملعب، لأنه هو عنده من الخبرات الكبيرة. لكن هنرجع تاني لموضوع حسين، لا حسين عنده أكتر من كده بكتير بكتير بكتير، وحسين لو في مستواه اللي احنا متعودين عليه او مستواه اللي هو 100%، لا هيفرق جامد جدا مع النادي الاهلي.
بنشكرك كابتن رامي ودايما بتنورنا ودايما بنسعد بوجود حضرتك معانا كابتن رامي سعيد، واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.